وحشتني إمتى اللقاء آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسي. وفاة والدة الشهيد منسي ودفنها بجواره في العاشر من رمضان. تشيع جثمان والدة الشهيد أحمد منسي بالعاشر من رمضان. وصول جثمان والدة الشهيد أحمد المنسي إلى مقابر الأسرة بالروبيكي. أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد المنسي. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدا فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو بتحب احمد المنسي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين لوالدة الشهيد. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وصول جثمان والدة الشهيد أحمد منسي إلى مقابر الأسرة بالروبيكي. وصل منذ قليل جثمان والدة الشهيد أحمد منسي سناء محمد رضا إلى مقابر الأسرة بالروبيكي بالعاشر من رمضان لتأدية صلاة الجنازة عليها وتشييعها لمثواها الأخير بجوار نجلها الشهيد. وأفاد مصدر مقرب من الأسرة أن العزاء قاصر على تشييع الجثمان بالمقابر، وكانت والدة الشهيد قد توفيت في الثانية من ظهر يوم السبت بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس. ويذكر أن البطل أحمد صبر منسي استشهد في 7 يوليو عام 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث. وحشتني إمتى اللقاء آخر رسالة من والدة الشهيد أحمد المنسي. بعد 3 سنوات على وفاة البطل أحمد المنسي الذي استشهد في 7 يوليو عام 2017 خلال الهجوم على كمين البرث في شمال سيناء، ورحلت والدته السيدة سناء محمد رضا اليوم السبت عن عالمنا بعد تعرضها لأزمة صحية عانت منها خلال الأسابيع الثلاث الماضية، وتم نقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس. والدة منسي تم دفنها بمقابر العائلة في الروبيكي بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد بعد صلاة المغرب. علاقة استثنائية ربطت بين الشهيد أحمد المنسي ووالدته عبرت عنها في لقائها التلفزيوني الأحدث بقولها: بيجي طبطب عليا، لتصف حالة التواصل المستمرة بينها وبين الشهيد المنسي. وكشفت عن سؤالها له في كل ليلة يزورها فيها: إمتى اللقاء؟ رحم الله أم البطل. أمير كرارة ينعي والدة الشهيد أحمد منسي، نسألكم الدعاء. نعى النجم أمير كرارة والدة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي الذي استشهد في 7 يوليو عام 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل. وغرد كرارة عبر حسابي على تويتر قائلا: توفت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد المنسي، نسألكم الدعاء. وكشف النجم أمير كرارة عن ردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسله الأخير الاختيار والذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا للغاية، حيث أوضح أنه ما زال يتلقى ردود الأفعال حتى الآن. كما تحدث عن العديد من الحكايات والكواليس التي عاصرته أثناء تصوير وعرض العمل. في البداية قال النجم أمير كرارة: إن مصر كلها تتحدث عن مسلسل الاختيار، ولكن أنا أول مرة أتكلم عليه بنفسي، وعشان أنا بحب أتكلم عنه. متابعا أن الفن فعلا بيعلم الناس حاجات، مشيرا إلى أن الناس تأثروا مسلسل الاختيار من اول الاطفال الصغيرين لغاية الراجل الكبير، موضحا ان الرسالة وصلت ليهم وفهموها بصحبة المخرج بيتر ميمي في برنامج صاحبة السعادة تقديم الاعلامية والفنانة سعاد يونس الذي وذاعه على قناة DMC. انا ما كنتش متخيل رد فعل اللي في الشارع وبالذات مع الاطفال كان رهيبة، والاطفال كلها طلعت من المسلسل عاوزة تدخل الجيش وتلبس بدلة الضابط. وتابع النجم امير كرارة: المنسي كانت اكثر شخصية صعبة في التحضير، وقعدت مع الجيش وشؤون المعنوية، وقعدت مع زوجته وأولاده وأعرف تفاصيل عنه، حتى لما بيحكوا لي عنه كانت حاجات لأول مرة أسمعها في حياتي. فقعدت مع كل الناس اللي حواليه عشان أعرف أوصل لنص الشخصية، حتى الآن محدش فينا شافه. محمد رمضان يقبل رأس فلوكس وتوزيع كمامات على الحضور 20 صورة من عزاء محمود ياسين.
انتهت قبل قليل مراسم عزاء الفنان الكبير محمود ياسين، والذي أقيم بأحد الكومبواندات بمدينة السادس من أكتوبر، وشهد العزاء حضورا كثيفا لنجوم الفن وأصدقاء أسرة الراحل من الرياضيين والسياسيين والشخصيات العامة بشكل عام. وحرصت أسرة الفنان الراحل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال العزاء، حيث قاموا جميعا بارتداء الكمامات الطبية، كما قاموا بتوزيع الكمامات على الحضور الذين حضروا دون كمامات، كما توفر بالعزاء الكحول والجل وغيرها من المستلزمات الوقائية. وحضر في بداية العزاء الفنان القدير يوسف شعبان، الذي حرص على مواساة الفنانة شهيرة وابنتها رانيا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته. كما حضر في البداية أيضا الفنان أحمد آدم وأحمد العوضي وسهر الصايغ ودنيا عبد العزيز والنجمة ليلى علوي. كما حضر أيضا الفنان محمد رمضان، وحرص على الذهاب للفنان فاروق فلوكس لمصافحته وتقبيل رأسه. وقد حرص فلوكس على الحضور رغم ظروفه الصحية، حيث جاء متكئا على عكازه. كما حرص على حضور العزاء أيضا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، التي قامت بتقديم العزاء لأسرة الراحل بأكملها، وكان برفقتها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وحضر أيضا سمير صبري ومحمود حميدة وعبد الرحمن أبو زهرة ونهال عنبر وهاني شاكر وزوجته وصبرين وعلي الحجار وأشرف عبد الغفور وريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وهاني رمزي وعبد الرحيم علي وعمرو الليثي وروجينا وآخرون. واستمر العزاء ما يقرب من 4 ساعات، وقبل النهاية انهار عمرو محمود ياسين من البكاء، كذلك شقيقته رانيا والفنانة صبرين المقربة للأسرة. ورحل الفنان الكبير محمود ياسين صباح الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 79 عاما. وقدم النجم الراحل في مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال البارزة والمحفورة في وجدان المشاهد العربي بشكل عام، من أبرزها الرصاصة لا تزال في جيبي، أفواه وأرانب، اذكريني، لا يزال التحقيق مستمرا، أغنية على الممر، أنف وثلاث عيون، والجزيرة، والباطنية، والوعد، وكالة البلح، وغيرها. سهير رمزي تفقد الوعي في المقابر أثناء دفن جثمان محمود ياسين. انهارت الفنانة سهير رمزي بالبكاء أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، وفقدت الوعي لدقائق وسط محاولات من الفنانات ماجدة زكي وبوسي شلبي ورجاء حسين والمنتج عادل حسني لإفاقتها، حتى تملكت نفسها لتستعيد وعيها مرة أخرى ويصطحبها زوجها إلى سيارتها. وكانت مراسم دفن جثمان الفنان الراحل محمود ياسين قد بدأت في مقابر الأسرة على طريق الفيوم، حيث رافق جثمان أسرته وعد. ولنا أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي لا تنسوا أن تدعوا لوالدة الشهيد بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.